أستقبل أيضا من لبنان البروفيسورة الدكتورة وديعة الأميونية الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية بالجامعة اللبنانية. أهلا بحضرتك دكتورة. الآن نناقش هذا الوضع، آخر الأرقام الواردة اليوم وكانت ملفتة جدا حقيقة، أنه 100,000 ليرة للدولار. هناك أزمة اقتصادية صنفت إنها من أكثر 10 أزمات اقتصادية على مستوى العالم خلال منتصف القرن 19. الآن نتحدث هنا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة، هل هو معتمد على المؤسسات الدولية، حلول داخلية كما ذكر الدكتور دانيال، ما رأيك في هذا؟ للحقيقة حتى نلاقي حل بلبنان ونوصل يعني في ضوء منتدى التنمية المستدامة اليوم اللي عم بيصير، مفروض يكون في عنا عدة إجراءات وعدة عوامل، أبرزها الاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي لأجل وكذلك توفر المواد اللازمة لأجل تحقيق التنمية المستدامة وبالتالي الحلول، وحتى ما نوصل لمحل الانهيار الاقتصادي اللي وصلنا له للأسف اليوم والمصارف اللي هي عم بتسكر أبواب. اليوم إضراب المصارف التجارية بلبنان يلي بدأ من وقت لوقت من 2019 خلى اللبنانيين يواجهوا صعوبات كتير عديدة بظل الحصول على النقود، إجراء عملية السحب، الإيداع، التحويلات المصرفية، وبالتالي صار في شكاوى كتير كبيرة من الإجراءات القاسية اللي عم تتخذها هذه المصارف، وفي كمان الحد الأدنى للسحوبات، الإيداعات، المودعين اللي راحوا مصرياتهم مش عارفين وين هن. الحياة اليومية للمواطنين الحقيقة تأثرت بشكل كتير كبير وكتير سيء، وصار الوصول للسلع الأساسية كتير صعب. اليوم الدولار مثل ما قلتي وصل ل100,000 ليرة، والناس ما أنا قادرة تسحب أموالها كمان إذا كان معها دولار بالبنك، وهذا الشيء للحقيقة عم بيؤدي لتراكم الديون عند الناس وفقدان الوظائف والتدهور الاقتصادي. الشركات تأثرت، الأفراد تأثرت يلي هني بيتعاملوا أكيد مع الخارج، تعذر عليهم إجراء تحويلات مصرفية إذا بدنا نحكي عن التحويلات، والحصول على العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة. نعم. احتجاجات عم بتصير، تظاهرات ضد المصارف عم بتزيد، الوضع الحالي بلبنان كتير سيء، استخدمت الحكومة ببعض الأحيان وقت التظاهرات القوة العسكرية لأجل السيطرة على الاحتجاجات، وهذا أدى إلى حدوث صدامات ببعض الأحيان بين المتظاهرين وقوات الأمن. إضراب المصارف الحقيقة باختصار بلبنان أثر على المواطنين بشكل كبير، على حياتهم اليومية والاقتصادية، هالشيء أدى إلى الهجرة من ناحية، البحث عن عمل على شبكة الإنترنت من جهة تانية، وهيدا هون فينا نقول مفعول إيجابي استخدام التكنولوجيا لأجل أنه في ظل الاقتصاد الرقمي اليوم، وهيدا حديث عن جد يطول وضروري ينحكى فيه. هذا شيء كان إيجابي، ولكن كمان في ناس استسلموا أنهوا حياتهم، عم نشوف تزايد لحالات الانتحار للأسف، عم بينهوا حياتهم بشكل كتير بشع. في تحديات كتير كبيرة، أنا بقول للمواطنين أنه هالتحديات لازم نواجهها بلبنان بشكل إيجابي مش سلبي، نواجهها بالإصرار على العمل. اليوم بظل الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا يمكن بخلينا ندل نلاقي فرص عمل، سهولة اليوم إذا بدك التواصل بين البلدين والمواصلات بين البلدين، المفروض أنه كمان هيدا الشيء يكون سبب أساس حافز أنه ننتصر على هالألم هيدا هالوجع وهالحالة الاقتصادية. نعم.